في السنتين اللي فاتت شافت مصر تطور كبير جدا في هيئة السكة الحديد والقطارات بشكل عام، وطبيعي جدا مدام في تطور وتغيير وتجديد يبقى فيه زيادة للتذكرة بتاعة القطر، وده نتيجة الخدمة اللي بتقدمها لنا اللي هي كراسي نظيفة، حمامات شكلها حلو، تكييفات، مواعيد تحرك ووصول مظبوطة جدا جدا جدا، وطبعا جرارات جاية لنا من روسيا وحديد جاي من بلغاريا وقطارات جاية من فرنسا. في احصائية من الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء نشرتها الـ CNN على موقعها العربي بتوضح فيه الحوادث اللي حصلت في الـ 15 سنة اللي فاتوا، بس للأسف كان آخرها 2018، وظهر إن في 2012 دي كانت أقل سنة حصل فيها حوادث بعدد 447 حادثة، وإن أكتر سنة كانت 2018 بعدد 2044 حادثة. وبنأكد تاني إن الإحصائية دي والأرقام اللي سمعتوها واللي لسه هتسمعوها من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. ودلوقتي أنا هقول لكم على أشهر الحوادث اللي حصلت في الـ 15 سنة اللي فاتوا. في أغسطس 2006 كان في قطر طالع من المنصورة جاي على القاهرة، وقطر تاني طالع من بنها جاي على القاهرة، والقطرين خبطوا في بعض، وكان في أكتر من 80 قتيل و163 مصاب. في أكتوبر 2009 كان في قطر في منطقة العياط واقف عطلان، فجيه قطر من وراه وخبطه وقلب منه أربع عربيات. طيب السؤال هنا، مش المفروض لو في قطر عطلان يتم تبليغ كل القطورة اللي جاية وراه علشان تاخد بالها ان في قطر واقف؟ بلاش. مش المفروض برضو يتم تبليغ الإدارة أو الحاجة المسؤولة عن صيانة القطور علشان تبعت لهم حد يعمل صيانة عشان القطر يمشي، ولو فعلا في حد المفروض يعني بيعمل صيانة جوه القطر بس هو مش عارف الحل، المفروض يبلغهم علشان يقولوا له يعمل إيه؟ ودي الحادثة اللي اتشال بسببها الوزير الأسبق محمد لطفي منصور. في 27 فبراير 2019 ودي الحادثة الشهيرة اللي كلنا سمعنا عنها، ان قطر في محطة رمسيس خبط في حواجز الرصيف وتوفى اكتر من 28 شخص واتصاب اكتر من 52 شخص، ودي الحادثة اللي تم فيها استقالة الوزير الاسبق هشام عرفات. واخرهم حادثة الجمعة اللي فاتت لما قطر في اي بي خبط قطر عادي وقلب منه 3 عربيات وكان فيه 32 قتيل واكتر من 108 مصاب، والحادثة دي كانت في طهطة في سوهاج. في حوادث كتير جدا ممكن تخشوا تبحثوا عنها وتشوفوها، لكن انا دلوقتي جبت لكم الاشهر، لكن في السنة الواحدة بيبقى فيه على الاقل حادثتين او ثلاثة مشهورين، غير طبعا الحوادث اللي احنا ما نسمعش عنهم حاجة. اغلب الحوادث دي بيبقى السبب الرئيسي فيها هو العنصر البشري. من الاخر كده هتلاقي ان في تقصير من البني ادمين، زي الحادثة اللي حصلت يوم الجمعة اللي فاتت، طلعوا قالوا لك ان في حد لعب في الفرامل بتاعه القطر. فرامل ايه يا جماعه؟ هو احنا عيل صغيره عشان نضحك علينا بالكلمتين دول؟ وبعدين اكيد قبل اي مزلقان او لو في مثلا قطر واقف علشان عطلان بيتم تبليغ القطوره اللي جايه من وراه، سواء كانت وسيله التبليغ دي بشريه او تكنولوجيه. طيب لو القطورات دي اتبلغت، ليه السواقين بتوعهم ما بيهدوش او بيقفوا؟ ولو في عيب في مكانه القطورات نفسها ليه ما بيتصلحش؟ وليه اساسا قطر يطلع من المحطه وهو فيه عيب؟ هي حياه الناس لعبه؟ واحنا دلوقتي لا بنتكلم على كراسي شكلها نظيف ولا على حمام ما تشمش ريحته وانت واقف على شباك التذاكر. فاكرين حادثه الاثنين بياعين اللي نطوا من القطر وهو ماشي من حوالي سنه وواحد منهم مات؟ ده معناه ان في قطوره بتمشي والباب بتاعها مفتوح، وده من اخطر عوامل الامان وابسطها، لان في ناس كتير جدا بتركب القطر وبتقعد جنب الباب، وارد جدا ان حد يقع او يجرى له حاجه او يموت. وطبعا انا مش هذكر الناس اللي بتتسطح فوق القطوره واللي في ناس كتيرة جدا منهم بيموت، لان دي مش مسؤولية الوزارة، بس لازم تلاقي حل لمنعها. الدولة لما بتزود اسعار التذاكر بتلاقي هجوم ورفض من الناس، وده لانها شايفة ان الخدمة اللي بتقدمها لنا في القطر بتساوي سعر التذكرة بعد الزيادة. طيب انا واحدة استفدت ايه لما ادفع 130 جنيه في قطر وكراسي نظيفة وتكييف وعربية شكلها حلو وحماماتها نظيفة وشكلها حلو، وفي الاخر القطر يتقلب بيا علشان خاطر حد لعب في الفرامل، ولا قطر تاني يدخل فينا ونموت بسبب ان مفيش حد بلغه ان احنا واقفين عطلانين؟ الناس في الاول ممكن تتضايق من فكرة الزيادة، بس لما تلاقي مردود للفلوس اللي هي دفعتها هتنسى الزيادة، وده اللي حصل بالظبط في الطرق السريعة والتطور بتاع مترو الانفاق. شفنا ردود فعل الناس كانت عاملة ازاي عن التطور اللي حصل وخصوصا في الطرق. احنا بنطلب من الدولة ان يبقى فيه زيادة، بس زيادة في الحاجات اللي محتاجة فعلا تطوير واللي الناس هتحس بنتيجتها بسرعة، والحاجات التانية ممكن تتأجل لان المواطن ما بقاش قادر، زي القرار بتاع تسجيل الشقق في الشهر العقاري علشان تقدر تقدم على المرافق اللي تأجل سنتين، ويا رب يتلغي خالص لاني داخل على جواز. وعلى فكرة
في 5 وزراء في ال 12 سنة اللي فاتوا تم إقالتهم أو استقالتهم بسبب حوادث القطارات. وخلي بالكم يا جماعة، الحوادث ما بتفرقش ما بين قطر في أي بي ب 130 جنيه وقطر مميز اللي أنا شخصيا مش عارفة ده مميز على إيه يعني، اللي ب 6 جنيه. وأخيرا أحب أوجه كلامي لينا إحنا كشعب، إحنا فينا عيب قطر وهو إن إحنا ما بنقدرش نحافظ على المرافق العامة، وشايفين مدام حاجة دافعين فيها فلوس يبقى نعمل فيها اللي إحنا عايزينه، نقطع كراسي، نكسر ازاز، نبوظ سيفون، نكتب على حيطان، ما احنا دافعين بقى. انا شايفه ان احنا ندي الدوله فرصه لتطوير الحاجات الاهم، الحاجات اللي ليها علاقه بامن وسلامه المواطن، لان غير كده هيبقى عبء على الدوله. والعبء الاكبر ان هي تصرف كل الفلوس في صيانه كرسي او تصليح حمام او ازاز مكسور.